وصل في كل مكان، والله ما نمن على أحد، بس هذا ديدنا أهل الكويت يحبون العمل الخيري. شوفوا العفوية المصرية في الشكر لأهل الكويت على مساعدة الأيتام، وهذا السبب الرئيسي في أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد، والله يفكنا من يستغل المساعدات في حق الدواعش ويودي الفلوس هناك بعدين يقول لنا أنا ما وديت. كلهم شوفوا الصدقات والمساعدات لما توصل لمستحقينها، شوفوا الدعاء، شوفوا الدعاء يا جماعة. أعطي التقرير. اسمك ايه؟ رمضان. رمضان انت كنت يعني جريت ورانا وقعدت تتحايل علينا، وبعدين عرفت انك انت يتيم وعرفت انك انت عايز تفرح امك بالجركن وتفرح امك بالميه. انت دلوقتي فرحان؟ طبعا فرحان، فرحان بالميه وفرحان بالجركن. امك على فكره بقى كده خلفت راجل، واللي خلف ما ماتش، اللي خلف ما ماتش. يعني انا فرحانه انك انت طفل يتيم ومع ذلك حريص على انك تجيب لامك جركن وتملى لها ميه. تقول ايه بقى لاهل الكويت؟ اقول له ربنا يخليهم يفرحان. قول لهم ايه بقى؟ ربنا يخليهم. ربنا يكرمك. خلاص انتصرت وخدت الجركن. اتفضل بقى املى يا حبيبي، املى يا حبيبي. ايه بتعيطي ليه؟ لا والله قولي، دي دموع فرح دي ولا ايه؟ بتربي يتامى برضه؟ يعني يا بخت اللي هيشربوا النهارده الارامل والايتام والمساكين. يا بختهم والله العظيم، والله العظيم يا بختهم. هنيئا لكم باهل الكويت، هنيئا لكم باهل الكويت، هنيئا لكم باهل الكويت. ربنا يحفظكم وينصركم ويستركم في الدنيا وفي الاخره يا رب، وتعلم الجنه. امين امين. وتعلم الجنه نعيمه يا رب، وجعلها صدقه جاريه ما تتقطعش ابدا. هذا التقرير اللي جاي تقرير منحوت.